أيضا. هي من مؤشرات عدم تقدير الذات أن الإنسان إذا سقط ما يقدر يحاول مرة أخرى. الإنسان الناجح دائما عنده قدرة، حتى الفشل قد يحصل عندنا كلنا، الإخفاق قد يحصل عندنا. هذا الفشل، الفشل معناه الآن عدم القدرة على المحاولة مرة أخرى، ذهبت ريحكم، خلاص ما عنديش قدرة أني أجرب مرة أخرى. بينما الإخفاق معناه أن أنا أخفقت في مسألة، فممكن أن أعيد مرة أخرى بطريقة أخرى حتى أستطيع أعمل. اللي عنده تقدير ذات، ترى البعض يتوقع أن اللي عنده نقص تقدير الذات معناه غير ناجح، هذا ما هو صحيح. ترى ممكن يكون ناجح وعنده نجاحات كبيرة بس هو غير راضي عنها. صحيح. الإشكالية أنه الصورة اللي عنده دائما أنه يدعو للكمال، يريد أن أكون دائما الأفضل، المثالية. خلنا نقول أن في عندنا مثل كذا، نقول فيه مثل مهم جدا، هذا ما أبغى ضارب بس أوريكم على شيء. في مثل إيش يقول؟ في مثل مهم، أنا أخذ العقال ذا أحيانا للتدريبات. هذا مثل إيش يقول لك؟ من يضع الإطار يحكم النتيجة. جيد، هذا مهم جدا في تقدير الذات. ما معنى الآن لو اتفقتم أنتم الاثنين علي الآن وقلتم أنكم أول ما قابلتوني راح تقولي سلامات شكلك مريض، جيد، فأنتم وضعتم علي ماذا؟ إطار إن أنا شكلي مريض. قابلت الدكتور صالح قال لي سلامات وشك مريض، بعد عشر دقائق قابلت قلت لي سلامات وشك مريض. أنا أخذت الفكرة دي عند نفسي وبدأت أقول يبدو إن أنا مريض، شكلي إني تعبان أنا مريض، أخذتها كقناعة. فأنا سأبدأ فعلا أتمارض. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار ذلك الرجل وقال له يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إنه يعني طهور، قال له بل حمى تفور. إذن هناك ماذا؟ نظرة حول نفسه أني ماري، أني أنا الآن مقتنع بهذه الفكرة. فهذا إطار. الأصل عند الإنسان اللي عنده تقدير الذات، من مؤشرات تقدير الذات القدرة على كسر أي إطار سلبي. صحيح. لما تأتين أي فكرة عند الآخرين عني على فكرة سلبية سأرفضها. لماذا؟ لأن إحنا تكلمنا في حلقة سابقة قلنا أنه ابن القيم قال دافع الخطرة قبل أن تصبح فكرة. صحيح. وبالتالي أول ما يأتي هذا الإطار علي أن أقوم بعملية كسره. الآن خلينا نتكلم، ما هي دائما لما نتكلم عن النقص لابد أن نتكلم عن ما هو الصح. إذن عندنا الآن نقول ما هي العوامل اللي تؤدي لبناء تقدير الذات. المجلس الأمريكي لتقدير الذات وضع خمسة أشياء، قال خمسة أشياء لازم نتعهدها في أنفسنا عشان يكون عندنا تقدير ذات. أنا أدعو كل واحد من الأب أم أي واحد يشاهدنا الآن أن يحضر قلم وورقة بسرعة ويكتب الخمسة أشياء دي. هذه الخمسة فيها كلمة سحرية أنها مشتركة فيها الخمسة كلها، وأنا أشبهها بالكوب. تخيل كذا أن عندنا داخلنا في خمسة أكواب، هذه الأكواب الخمسة لازم أعبيها، أتأكد أن هي معباة عندي كلها. هذه الخمسة كلها اسمها شعور. يعني الكوب الأول هو كوب الشعور، الشعور الشعور الشعور. أول واحد الشعور بالأمان. اللي عنده تقدير ذات عالي عنده شعور بالأمان، لأنه يعرف أنه لا يمكن ما أصابه لا يمكن أن يخطئه، ويعلم بأنه معه الله سبحانه وتعالى. ولذلك موسى لما قالوا إنا لمدركون بأمان ماذا قال؟ كلا إن معي ربي سيهدين. كما قال الدكتور صالح عندما تنتهي قدراتي أنا كبشر فإني معي ربي. ذلك أبو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم لو نظروا تحت أقدام الرؤونة، قال له يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطمن، هذا التطمين، هذا الأمان، الشعور بالأمان. رقم اثنين الشعور بالهدف. لما يكون الإنسان عنده هدف في هذه الحياة، هدف أن يصل للجنة، هدف أن يكون عنده المعالي الأمور، فممكن في معارك بسيطة أنا أخطئ فيها لكني سأنجح سأصل لهدفي، هذه محاولات. فالشعور بمن؟ بالهدف. هذا الشعور رقم كم؟ اثنين. الشعور الثالث عندنا الشعور بالانتماء. أنا أنتمي لهذا الدين، أنتمي لهذا الوطن الكبير، لهذه القبيلة، لهذه الأسرة. فإذا حصل عندي أي ازدراء ولا موقف، لا أنا أشعر أن أنا منتمي لهذه الأبعاد كلها. فهذا الشعور رقم كم؟ ثلاثة. الشعور الرابع عندنا هو الشعور بالجدارة. أنا أشعر أني جدير، عندي نقاط قوة، أنا عندي نقاط قوة، أقدر أحاول وأقدر أتعلم وأقدر أني أضيف لنفسي، فعندي جدارة. الشعور الخامس هو الشعور بالهوية. ومعنى الهوية هي كيف تستطيع من خلال هذا كله أن تنظر لنفسك. مثلا أقول والله أنا هويتي أني دائما شخص متعلم، أنا هويتي أني الجندرة اللي عندي ما هي. وهذه الهوية أنا سأتكلم عن عنصر اسمه الجندرة. ما معنى الجندرة؟ الآباء أحيانا يأثروا على هذا العنصر في الطفل. أنا ولدت الآن ولد، جيد، أمي وأبوي أنا أول ولد جيت عندهم فيبغي يتسلوا، أنا ولد، راحوا ربوا لي شعري ودللوني وعلموني عني كأني بنت، حلو. فأنا الآن جالس أحصل كلمات سلبية كثيرة وأنا صغير، يجيبوا يلعبوا معي أنا بنوتة، لا عاملوني رجال. هذه أم عبد الله بن الزبير من الدقائق الأولى ويتعلم ابنها كيف يكون رجل، إني أعلمه اليوم الكريهة. لذلك علينا أن نعلم البنات على أنهم بنات، ونعلم الأبناء على أنهم من؟ أبناء. لماذا؟ حتى يتنمى داخلهم هذه الخمسة المشاعر نحو المستقبل. تقدير الذات شيء يزرع في الماضي ونقطفه في الحاضر وناخذ فئاته في المستقبل. جميل.